مرحبا يا حلوين، كيفكم؟ وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. معاكم إسلام من قناة ألوان يوتيوب. فيديو اليوم رح نتكلم فيه عن يوتيوبر كتير رائعة ولطيفة، بس قبل ما نبلش حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشاهدوا الفيديو للنهاية. بيكو هي بنت سعودية من مدينة جدة، عمرها 25 سنة، وتاريخ ميلادها هو 11/10/1996. اسمها الحقيقي مرام، لكن أخذت اسم قناتها أنا بيكو من لقبها اللي ضل معها من صغرها لحتى الآن. مرام بنت مسلمة، درست وتخرجت من جامعة عرفة بتخصص الموارد البشرية، واشتغلت بعد جامعتها مسؤولة موارد بشرية في إحدى الشركات. مرام إلها 4 خوات، ماجدة ومنال ومودة وسما، وأختها منال بدت قبلها على اليوتيوب واسم قناتها منولة، ووصل عدد اللي اشترك فيها أكثر من 350 ألف مشترك. عن القناة، بلشت مرام مشوارها في عالم اليوتيوب بتاريخ 7/3/2018، وشاركت متابعينها تجارب كتير عاشتها، منها تجارب السفر وتنقلها من دولة لدولة، أو التحديات والمقالب اللي بتعملها دايما، وبتحكي إنها بتمثل شخصيتها وبشو هي بتفكر، ودايما بتحكي إنها بتخلي الناس للناس وبتركز على حالها. وذكرت كمان إنه سبب نجاحها في عالم اليوتيوب إنها مستمرة في النشر ومشاركة الناس لحياتها وتفاصيل أيامها، لأنه إذا غابت ممكن ينسوها ويتابعوا غيرها. وكانت مرام قبل قناتها على يوتيوب عم تشارك الناس مقاطع على سناب شات، وهذا اللي شجعها أكتر إنها تفتح قناة، وحكت إنه مش لازم تكون حدا واو لحتى تفتح قناة. حاليا بتابع مرام في قناتها أكتر من 1.5 مليون مشترك، ووصل عدد المشاهدات فيها لأكتر من 212 مليون مشاهدة حتى الآن. إحسابات السوشيال ميديا، بتابع مرام على تيك توك أكتر من 1 مليون متابع، وأخذت درع من شركة تيك توك، وكمان عندها على الإنستغرام أكتر من 460 ألف متابع. شو بتفضل؟ مرام بتحب أكلة الجمبري، وبتحلم يكون إلها برنامج خاص فيها للترفيه، وبتحب تشارك الناس الثقافات والتجارب الرائعة. مرام بتسعى دايما إنه يكون إلها اسم بكل مكان، وتستحق دعاء الناس دايما، وبتشوف إنها رح تكون حدا كبير ومؤثر بشي يوم. وحاليا بجانب خططها للسفر واهتمامها بالقناة، فهي بتسعى إنها تاخد ماستر خارج السعودية، وكمان بتحب اللغات وعم تسعى لحتى تاخد اللغة الفرنسية والإسبانية بجانب اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وذكرت مرام في أحد المقاطع بعد ما سألتها متابعة من متابعينها إذا أهلها ما أيدوها رح تفتح قناة ولا لا، فهي ردت وقالت إنه إذا الشي اللي أنا ما بعمله غلط وبيخلي أهلي يفتخروا فيه وأكون شخص ناجح وأد حاله بالمجتمع، فليش ما يدعموني؟ وأنا مش طالعة أعمل شي غلط أو أعرض حالي وعائلتي للانتقاد. ودايما كانت بتوجه التحية لأبوها وبتحكي له يا تاج الراس، وقدوتها بالحياة هي أمها. الفيديو ما تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وكمان ما تنسوا تتابعوني على الانستغرام، وحطيت لكم الرابط بصندوق الوصف وبأول تعليق. ومع السلامة، استنوني بالفيديو الجاي.